الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم معرفة يقدم في نظرية المنشأة ما يسمى بوفورات الحجم الداخلية أو اقتصاديات الحجم internal economies of scale. internal economies of scale أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. وفرات الحجم الداخلية أو اقتصاديات الحجم internal economies of scale تعتبر ظاهرة وفرات الحجم داخل المنشأة من أهم الموضوعات التي يوليها الاقتصاديون أهمية كبرى، نتيجة لما تؤديه من نتائج إيجابية على المنشأة والعاملين فيها. ما هي وفرات الحجم؟ في نظرية المنشأة Theory of the Firm، وخاصة في مجال الإنتاج Production والكلفة Cost، هي ظاهرة انخفاض متوسط الكلفة الكلية للإنتاج في الأمد الطويل أو يسمى Long Run Average Total Cost LRATC في منشأة ما مع زيادة كمية الإنتاج فيها. أي المقصود الآن كلما زادت كمية الإنتاج انخفض متوسط كلفة الوحدة الواحدة من السلعة التي تنتجها هذه المنشأة. الآن نفسر الظاهرة بالتمثيل البياني. على المحور الأفقي كمية الإنتاج، على المحور العمودي ما يسمى بمتوسط الكلفة الكلية طبعا في الأمد الطويل. والآن منحنى متوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل يأخذ الشكل التالي، هذا المنحنى وما يسمى الآن باللونج ران أفريج توتال كوست. فلنفترض الآن عند مقابل كمية معينة، دعنا نسميها Q1، الآن هذه Q1 كلفتها كما نقرأ الكلفة من منحنى متوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل هي مقابل هذه النقطة، ومن ثم هي عبارة عن C1. إذن الكمية Q1 تكلف المنشأة بالمتوسط C1. إذا زادت المنشأة، قامت المنشأة بزيادة كمية الإنتاج، لنفترض بأنها انتقلت من Q1 إلى Q2، هذه Q2 الآن، بالتالي لأن المنحنى هنا في هذا الجزء سالب الميل، أي بمعنى آخر كلما زادت الكمية المنتجة انخفض متوسط تكاليف الكلية، وبالتالي الآن وصلنا إلى هذه النقطة، هذه بالمتوسط تكلف C2. الآن إذا استمرت عمليات إنتاج، طبعا لا نتوقع أنه دائما وأبدا متوسط الكلفة الكلية ينخفض، لا يمكن أن يصل إلى الصفر، لكن يصل إلى حد أدنى. هلأ يعني سأبينه هذه النقطة الآن، لنفترض وصلت المنشأة إلى هذه النقطة، هذه الصفراء، مقابل الحد الأدنى من متوسط الكلفة الكلية، هاي بنسميها إحنا بلغة الاقتصاد Q، الكمية المنتجة عند MES اللي هي Minimum Efficient Scale. Minimum Efficient Scale اللي هو أقصى كمية تؤدي إلى انخفاض متوسط تكاليف الكلية إلى نقطة النهاية الصغرى له، وبالتالي هاي تكلف بالمتوسط هذه النقطة الخضراء في Minimum Long Run Average Total Cost، أو عند نقطة النهاية الدنيا لمتوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل، وبالتالي بتكلفنا مقابل سي الكلفة هاي كوست ات ام اي اس اللي هي مينيمم افيشنت سكيل. هذه الآن النقطة بتقول على انه هذه اعظم كفاءة انتاجية للمنشأة، اعظم كفاءة انتاجية للمنشأة. السؤال البسيط الذي يطرح نفسه، ما هي الأسباب الكامنة وراء ظاهرة وفورات الحجم الداخلية واقتصادات الحجم للمنشأة وما يسمى Internal Economies of Scale؟ دعنا نتابع. الأسباب التي تؤدي إلى وفورات الحجم الداخلية هي ما يلي: أولا زيادة اختصاص الموارد الإنتاجية Productive Resources. الآن لنفترض بأن هناك عدد من العمال دخلوا على المنشأة على خطوط الإنتاج، هذه الآن تقسيمات العمل ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب كما نطلق عليه باللغة العربية يؤدي إلى زيادة خبرة هذا العامل، يصبح الآن أقدر من ذي قبل على إدارة الإنتاج، على العمل على الآلة التي يعني الآلة الإنتاجية وهكذا، وتقسيم العمل Division of Labor داخل المنشأة. يحدث ذلك من خلال تراكم الخبرة الفنية والإدارية لقوة العمل،
وخاصة العاملين الفنيين الذين يستخدمون الآلات والمعدات الصناعية أو من يعملون على خطوط الإنتاج، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة في كفاءة استعمال المعدات الرأسمالية. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو تحسن القدرة التفاوضية للمنشأة في مجال شراء المواد الإنتاجية. الآن عندما تشتري المنشأة من خلال إدارة المشتريات فيها المواد الخام التي تدخل في صناعة السلع التي تنتجها وتبيعها، فبصير مع الأيام يعني يحدث خبرة وتراكم خبرة ومعرفة، وبالتالي بتعرف السوق وما شابه، تؤدي ذلك إذا يعني يؤدي ذلك إلى انخفاض كلفة الشراء، وخاصة المواد الخام الداخلة في صناعة منتجها، واعتمادا على خبرتها التراكمية وإدراك طبيعة أسواق الموارد الآن resource market اللي هي سوق العمل، يختاروا يعني ذلك الصنف من العمالة الكفؤة التي تعرف بالإنتاج أو على الأقل لديها الحد الأدنى، ثم تقوم بتدريبها ومعرفتها باللاعبين الرئيسيين فيها، تستطيع المنشأة الحصول على هذه الموارد بأفضل الأسعار، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض long run average total cost. السبب الثالث، تتمكن المنشأة طبعا أو تمكن المنشأة أو تمكن المنشأة من استغلال ما يسمى المنتجات الثانوية by products، حيث تستطيع المنشأة استغلال المواد المخلفة من الإنتاج في إعادة التدوير أو بيعها بأثمان معقولة. نتابع الآن، هناك عوامل أخرى تؤدي إلى وفورات الحجم الداخلي، منها توزيع مخاطر الإنتاج، مخاطر التمويل وما شابه، تقليل كلفة الدعاية، شراء المواد الخام بكميات كبيرة، تخزينها بأسعار منخفضة. والآن هذه الرسمة الجميلة هنا تعطينا يعني فكرة عن الأسباب التي ذكرتها قبل قليل وأسباب أخرى. لاحظوا هنا يعني لو بدأنا هنا من الأعلى إلى اليمين، الشراء بكميات كبيرة، عندما تشتري المنشأة كمية كبيرة من المواد الخام وبالتالي تخزنها لكن تحصل على أفضل الأسعار، هنا تخفيض كلفة العمليات اللي هي logistics بنسميها احنا، كلفة النقل بصير عندها خبرة، كلفة الحصول على الدعاية والإعلان وهكذا، كلفة الدعاية والإعلان هنا منخفضة، توزيع مخاطر الإنتاج والتوزيع، النقل، مخاطر البيع والشراء وهكذا، وكلفة رأس المال the cost of capital هنا يعني تنخفض، وكفاءة في الإنتاج. هذه هي اقتصاديات الحجم بشكل عام. أرجو أن أكون قد قدمت بهذا المقطع المعلومات لأحبتنا الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية، راجيا أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.